مساء الخير. بالنسبة لتربية الأولاد، لو أنت ربيت ولادك هتلاقي ناس بتعترض عليك، ولو أنت مربيتش أولادك برضو هتلاقي ناس بتعترض عليك. في تلك الحالتين الناس بتعترض عليك. طب الحل البديل إيه؟ قبل ما تعترض على الغير حط نفسك مكانه ويوجد له حل بديل. ما ينفعش تعترض بدون حل بديل، تمام؟ اعتراض الناس بتفكرني بقصة من التراث الشعبي بتاعنا، وهي قصة جحا وابنه والحمار. جحا جاب الحمار، هو وابنه ركبوا على ظهر الحمار، فالناس لما شافوه قالوا شفت الراجل القاسي الجاحد هو وابنه راكبين على الحمار المسكين الغلبان؟ غير جحا النظام وركب ابنه على ظهر الحمار ومشى بيه. فالناس هنا لما شافوه اعترضوا برضه، قالوا شفت الابن الجاحد القاسي على ابوه هو راكب على ظهر الحمار وابوه ماشي جنبه ازاي؟ طب فين التربية وفين الاخلاق؟ في المهم جحا عمل ايه؟ غير النظام، وهو ركب وخلى ابنه يمشي جنبه على الارض وهو راكب على ظهر الحمار. فالناس اعترضت وقالت شفت الاب الجاحد راكب على ظهر الحمار وساب ابنه يمشي؟ جه على اخر حاجة، هما الاثنين ماشيين على الارض وسايبين الحمار ماشي جنبهم. فالناس اعترضت هنا وقالت شفت الناس اللي ما عندهمش مخ جايبين الحمار وماشيين جنبه؟ القصة دي بتثبت لنا حاجة، ان اي حاجة انت بتعملها الناس بتعترض عليك سواء صح او غلط. طب الحل البديل من وجهة نظري ايه؟ اللي هو عشان تنجح ما توقفش عند نقد الناس الهدام ولا تفكر في كلامه، وعشان لو عايز تفشل نفسك فكر في كلام الناس. عايز تنجح ما تفكرش في كلام الناس، وكلام الناس تحت جزمتك، تمام؟ شكرا.